ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتور هشام عرفات وزير النقل. أهلا بك معالي الوزير. يعني معالي الوزير، من خلال تأكيد المهندس شريف إسماعيل اليوم على الأهمية والأولوية التي توليها الحكومة بشكل عام على تطوير الخدمة المقدمة للمواطن في السكك الحديدية، فهناك مجموعة من التطورات في البنية التحتية وتسهيل نقل البضائع، أيضا هناك يعني زيادة المرفق إيرادات بنحو 120 مليون جنيه، وتوريد أيضا 140 عربة نقل بضائع خلال الأسبوع الحالي. ماذا أيضا من يعني إجراءات أو مقترحات تم اتخاذها في هذا الاجتماع من أجل تطوير السكك الحديد في المستقبل؟ هو حقيقة الاجتماع النهارده حقيقة كان اجتماع شامل الحقيقة دولة الرئيس، يعني احنا حطينا خطة وأعلناها من حوالي يمكن سنة، اتعرضت على سيادة الرئيس شخصيا إن احنا ننهض بمنظومة يعني أهمل تطويرها الشامل، يعني عشان أكون دقيق في الكلمة، منذ عقود طويلة، يعني قد تقترب إلى 5 عقود. إحنا بنتكلم عن تطوير شامل، وحط تحت كلمة تطوير شامل مهم قوي، لأن حق السكة الحديد ما ينفعش إن إحنا نعمل حتة وحتة. يعني مش يعني السكة الحديد منظومة متكاملة، ما ينفعش إن إحنا نطور أجزاء ونسيب أجزاء. فال هنا مش هيحصل، يعني ما ينفعش إن أنا أطور بنية أساسية وأنسى البنية الفوقية. ما ينفعش ان انا اطور البنيه الفوقيه او البنيه الاساسيه وانسى البنيه الخدميه. من هنا يجب ان انا ابص للمنظومه دي كمنظومه متكامله. كمان في الاهم من كده، ما ننساش بعد يعني جنب خدمه المواطن لازم خدمه نقل البضائع، لان السكه الحديد في كل العالم بتعمل البروفيت او بتعمل المكسب اللي هو بيمكنها من خدمه الناس من نقل البضائع. نعم. عشان كده كان في الاطار الكلام اللي بقول لحضرتك عليه ده، او الخطه ده، هي سياده الرئيس ودوله الرئيس دايما بيطلبوني ونقابلهم وبنشوف احنا وصلنا لفين وايه المطلوب الفتره اللي جايه. لان عندنا خدمه المواطن ده اساس، عندنا اهم حاجه خدمه اهلنا في اذا كانت في الصعيد او في الدلتا، لان حقيقه احنا بنخدم قطاع، يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني العدد اللي احنا بننقله عن طريق السكه الحديد. وحقيقه السكه الحديد بتحقق محافظه على الناحيه الاقتصاديه بالنسبه لاهلنا، بالذات اللي في الصعيد اللي بيجوا المسافات طويله جدا، فاحنا ارخص مواصله وهنظل ارخص مواصله، حتى لو بعد ما هنظبط شويه الاسعار عشان نقدم خدمه افضل. ان اهم حاجه عندنا بالنسبه لنا ان احنا نقدم خدمه افضل، ومع ذلك هنفضل احنا ارخص من ارخص مواصله. نعم. فاحنا عايزين نطمن الناسنا على النمره 1 الامان، ان احنا نبقى عندنا سكة حديد امنه تماما. مش عايزين نتاثر بان في حادثه حصلت هنا او هنا، لان عندنا مثلا في العالم اول امبارح حصلت حادثه في النمسا شديده جدا، يعني واكيد الناس كلها تناولتها واتكلمت عنها قبل كده في امريكا. فان هي الحوادث اللي كنا احنا بتحصل، بس احنا نعمل اللي علينا. نعم. يعني ده دايما بقول لهم، احنا السكه حديد احنا نعمل اللي علينا. نعمل اللي علينا ازاي بقى؟ اللي احنا نعمل تطوير وتحديث لانظمه بقى لها اكثر من 50 سنه ما تحدثتش طبقا للمواصفات، بحيث ان احنا نقلل نسبه المخاطر بالذات وتاثير العنصر البشري. نعم، اشكرك شكرا جزيلا معالي وزير النقل الدكتور هشام عرفات، شكرا جزيلا لك.